بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذة وطلبة وطالبات، حياكم الله، وجعل هذه الأيام أياما مباركة تعود علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والإيمان والبركة. فكلما استهل شهر ربيع الأول إلا واستحضر المسلمون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ميلاد علم وحياة، ميلاد أمة، فبميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قضت الأمة على الجهل والتخلف، لأن بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله أن ينزل الوحي والقرآن عليه. بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان العلم وعلمك ما لم تكن تعلم. بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحياة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لتنذر من كان حيا. كانت الأمة تعيش في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فشع النور وانتشر النور بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، كما أنه صلى الله عليه وسلم توفي في التحق بالرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول، وهاجر صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وبعث في يوم الاثنين، وهاجر في يوم الاثنين، والتحق بالرفيق الأعلى في يوم الاثنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل يوم الاثنين، فحينما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي رواية: وفيه أنزل علي، أي الوحي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نفرح ونستبشر، لأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة. فإذا كان الأب والوالدان يفرحان بمولودهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميلاده أعظم ونعمة، فرحة ما بعدها فرحة، فرحة بالإسلام، فرحة بالقرآن، فرحة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل صاحب القرآن، الذي نزل عليه القرآن ونزل عليه الوحي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحة بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلولا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وبعثه واختاره واصطفاه، كما سمعنا في الحديث من طالب، اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بين القبائل، لما عرفنا الإسلام، ولما عرفنا النور، ولما عرفنا الحياة،
ولما عرفنا العلم ولما عرفنا الأخوة، ولا كانت الأمة ما زالت تعيش في الظلمات والجاهلية، ولا ما زالت الأمة تعبد الأصنام والأوثان، ولا ما زالت الأمة كالحيوان هم إلا كالعامي بل هم أضل. فشاء الله وأراد الله عز وجل أن يختار من العرب هذا النبي العربي، هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله فضله على سائر الأنبياء والمرسلين، فأمرنا أن نعظمه وأن نوقره وأن نعزره لأنه سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فسيدنا نفرح به ونبتهج به ونتذكر سيره، بل ونقرأها وندرسها، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولادهم كما يعلم أحدهم له القرآن، صور القرآن. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدرس في بيوت المسلمين، تدرس في بيوت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يذكرون سيرته ويذكرون شمائله، لأن بهذه المناسبة نعلم أجيالنا من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقيقة ما تعلمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم وحياته إلا من خلال هذا الميلاد أو ذكرى الميلاد، إلا من خلال ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا صغار وأطفال، ما كنا نعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن حينما يستهل أو يدخل هذا الشهر على الأمة، فكانت أمهاتنا يذكرنا بهذا الشهر العظيم والحدث العظيم الذي وقع فيه، وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أمي أنها كانت تجمعنا وتقول لنا: هذه الليلة سيولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نظن أنه سيولد حقيقة، سيولد حقيقة، ونفرح حتى في الصباح نسأل: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنأكل ونشرب ونفرح، وتذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة المكرمة، وأخذته حليمة السعدية وأرضعته في بادية بني سعد. هذه السيرة العظيمة أو تاريخ الميلاد ما كنا نقرأه ولا ندرسه ولم نسمعه عن أحد من العلماء أو الفقهاء. إذن فذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ترسيخ لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناشئة، في نفوس ناشئتنا. وإذا ما سألت أحدا في الأزقة والشوارع عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ميلاده وعن تاريخ ميلاده وعن أولاده من بنين وبنات وعن أزواجه، والله أكثرهم لا يعرفون شيئا ولا يعلمون عنه شيئا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما السبب؟ لأن الإعلام غيب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشباب يعلمون تواريخ وحياة اللاعبين واللاعبات، لأن الإعلام تمكن من الحديث عنهم باستفاضة. ما من يوم إلا ويتحدثون عن هؤلاء اللاعبين واللاعبات. فترسخ في أذهان الأطفال والشباب هؤلاء وكأنهم قدوة. فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن حديث عن الإسلام، عن القرآن، عن الحياة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤدب الأولاد
على حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء وإنما عمليا وتطبيقا. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أصفيائه وأنبيائه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن العزة والشرف الذي اعتز به الإسلام واعتز به المسلمون عبر تاريخهم، خصوصا في الصدر الأول. فالسلف الصالح الصحابة رضوان الله حينما يسمعون اسم محمد صلى الله عليه وسلم فيملؤون بالصلاة والسلام عليه أفواههم بافتخار وشرف، تلهج ألسنتهم بالصلاة والسلام عليه، بل وما كانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، بل يقولون سيدنا أو رسول الله أو نبي الله، لأن الله أدب الأمة كيف تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا رسول الله، حبيب الله، خليل الله، بلغ درجة عالية، رتبة عالية. فإذا ما هذه الناشئة خصوصا الطلبة إذا ما نشأوا على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم سيقتدون به. حينما تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفونه في شخصه، في ذاته، في خلقه، في خلقه، في معاملاته، في أفعاله وأقواله وسلوكاته وجهاده صلى الله عليه وسلم، ستتأثرون به. لأن من أكثر من ذكر أو أكثر من الحديث عن شيء أحبه، من قرأ عن سيرة شخص تأثر به. فإذا قرأتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأتم سيرته لابد أنكم ستحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى من يتابعون الأفلام والمسلسلات، يتأثرون بالأبطال، يتأثرون بالأبطال، البطل، بطل الفيلم، فتعرفوا النتيجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدنا وهو قدوتنا وهو أسوتنا، فلابد أن تقرأ عنه من البداية إلى النهاية وأن لا تقطع السيرة. إذا كنت تدرس السيرة من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا نهاية الهجرة، إذا كان هذا مقرن فلا يجب ولا ينبغي أن تقف عند هذا الحد، بل وجب أن تقرأ وأن تدرس وأن تبحث عن هذه السيرة العطرة. ولذلك الكتاب والمؤلفون والعلماء سموا سيرة النبي بالعطرة، أضافوا لها العطرة، تعطر النفوس، تعطر الأجواء، تعطر القيم، تعطر الأخلاق، تعطر العلم، تعطر المفاهيم والمدارك. العلم إذا كان خاليا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة له، فلا قيمة للعلم إذا لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتذكرون دائما ويتعظون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم وهي الأحكام وهي الحكم وهي السلوك وهي الأخلاق. لا يمكن لمفسر القرآن الكريم أن يفسر القرآن الكريم مجردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لدارس علوم الحديث أن يكون مجردا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون حديثه ودرسه مجردا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، هي القرآن. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق نفسه، قالت خلق القرآن، سيرته القرآن. فما من صور القرآن الكريم لو فيه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل عليه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا القرآن وحفظنا القرآن ونزل القرآن بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، نعبد الله، أي عرفنا كيف نعبد الله وكيف نوحده. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا شيئا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم وفقنا لطاعتك ويسر أمورنا، والحمد لله رب العالمين.